الله ربك مولاك الخالق لن يسألك، لن يسألك عن جارك وعن زميلك وعن صديقك، أصلح نفسك. سوف يسألك عن زوجتك، عن حجابها وعن ابنتك. سوف يسألك عن ابنتك مع من تجلس في الجامعة بالساعات مع صديقاتها. سوف يسألك عن ولدك مع من يجلس بالجامعة. سوف يسألك ربك عن البنك الربوي والقرض الربوي والبيت الربوي والسيارة الربوية. سوف يسألك عن صلاة الفجر التي تنام عنها حي فيه أكثر من 500 رجل لا يتمون الصف الأول والثاني في صلاة الفجر، المساجد هجرت في صلاة الفجر. الله سوف يسألك عن ذلك، سوف يسألك عن ذلك. لن يسألك عن خالك ولا عن عمك ولا عن جارك ولا عن زميلك ولا عن الإمام ولا عن المؤذن ولا عن الحي.